صباح الخير. السلام عليكم، صحيح نعدد إن شاء الله. Thank you. Bye bye. في اول ابريل الناس بتحب تعمل مقالب في بعض وبيسموها بكذبه ابريل. الحقيقه ما حدش عارف القصه الاصليه لموضوع كذبه ابريل، لكن في ناس بتقول ان في اوروبا كانوا بيحتفلوا في 1 ابريل وتحديدا في السنه التقويميه، ولما التقويم اتعدل بقى يحتفلوا ب 1 يناير. لكن الحقيقه ان احنا بنكذب طول السنه. لما بتحب تقفل بقى مع صاحبتك او مع مامتك بتحب تقول لها ايه؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه. لا هي ما تبقاش كدب، احنا ممكن نكذب عشان نجامل. في الحقيقه مش عارفه الجرافطه هي اللي حلوه ولا عنين وذوق حضرتك اللي نقوا الجرافطه هم اللي حلوين. يعني هو انا ما كدبتش، وانا قلت الصراحه عملت معايا مصيبه في حياتي كلها صراحه. يا كذاب. اه استاذ اسامه. الو. ايه يا باشا؟ ايوه. انا مش جاي النهارده. ايه؟ مش جاي النهارده. بس ما تضايقنيش يا ماركو. يعني ايه يا جافا؟ اسف. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ كذبة ابريل. كلمني عليه. تكوش ليه؟ لما بيجي لي تليفون وعايز اخلع منه اخلي حد يندهلي من بعيد، اقول له اندهلي وبتاع عشان عايز اخلع من المكالمه يعني. انا مش سامعك من الجي. الشبكه الشبكه انا مش سامعك، انت عارف ان انا عندي شبكه في البيت. شط وضع الطيران. مش سامعك كويس. معلش اصل عدالي اهو اهو في تريلات وفي. بص يا مشكلتي برضه هما بيعرفوا ان انا مثلا موجود في اي مكان من عربيتي. يا زكريا مش فاضيه عندي اي حاجه، معلش هروح اعمل حاجه، جات لي مكالمه، معلش هقفل على الارض يعني كده مثلا. بقول لك ايه؟ اقفل يا عزه دلوقتي، اخويا بيتخانق تحت. هاخد مولة السرير وانزل لهم. طب انا معايا التليفون، بس معايا تليفون مهم شغل، وهقفل واكلمك تاني. بسرعه بسرعه عشان في بلديه. لا لما ماما بتتصل بيا بقفل التليفون خالص، وبخلي صحابي كلهم يبقوا عارفين ان انا تليفوني مقفول وانا مش معاهم، عشان هي طبعا بتتصل بيهم. هم بيعملوا فيا دايما، لكن انا ما بعرفش اعمل.